السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حبيبتي حصة اليوم ما نضحك نجح. شفنا ذهاب الماضي إلى قسنطينة في المطار وصحافة الدل والطحين والعار، حاشا فئة قليلة تعود على الأصابع اللي عندها مبادئ. اليوم بينت وتكلمت عن قبل بلي صحافة العار، صحافة الخشف، صحافة الطحين، صحافة الدل، ما نجمش نجم لكم تدايات صعيبة كلمة دايات باسكو واعرة ما نكبرهاش. ولكن شفت اليوم واحد اللقطه دارها واحد صحفي مرفوع عنه القلم، شي صحفي ما اقسم بالله ما عنده كارطه صحفي، وهو كاميرا مان وما عندوش كاميرا، مسكين كان قهواجي في دار الصحافه تاع طاهر جاوت في بيلكور. مسكين برمادي دار الانترفيو تاعه بيكا شويه الوزير، باسكو الوزير راه كيما يقولوا ماش محلبو. ايا جا واحد الفرطاطو كاميرا مرمين في قناة الهداف، الهداف هنور الشيطان كارثة. هذا الصحفي اللي انا نعرفه شخصيا، صديقي، ونتواصل معاه شاما خطره دار يخرج معنا في لافريك منا صح، مرفوع عندنا القلم زعما انا ممكن عبالها بلي نيميرو كل خطره يدير ديكا اليوم دي باس على فات الخط الاحمر اليوم. ما بيا نضحك، ما بيا انا عيطت له، عيطت له وتنرفزت معاه شويه في الهاتف، وبعث لي واحد الميساج كنا نسمعوه في رحبه، تجيو تسمعوا ضحك اللي زاد بصر روحه. لازم نخرجوا هذا الميساج باش يسمعوا بن شيخ، خاصه بن شيخ اكساس، الصحفيين نهزاء زهاء، رضا عباس، رفيق واحد، معاد نمرودي، لازم يسمعوا هذا الميساج واش قال. وكان كونترينا خاصه بن شيخ اللي قسم هذا الفوكار تاع الجورناليست اللي كارثة. عباك بلي حنا كنا نضحكوا، بصح انا تواصلت معاه في الهاتف وطحلتها معاه، نرفاني تليفون نرفاني، بعد قلت انا عيطوا لي صحابه منا وهذه ما ديش عليه احتقاري، طب صح احتقاري محبسوه الهاتف، حبسونا هذا الاحتقار هذا. بوزا كيسيون بالماضي بلي صحفيين قال لهم مواقع التواصل الاجتماعي يكرهوك ويسبوك ودي بارازيت ومنا وصبنا باوصاف انورمال. هذا انا ريد هذا ما يقدر يدير ديكات في الدواء الحصري، ما يكونترولش، عنده واحد الفرفره ما تكونترولهاش. نسمعوا لا فوا تاعو، سمعوا واش قال بالماضي واش قال بالماضي، نتكلم عليها في الحصه اللي موراها ان شاء الله، باسكو انا باغي نتكلم على هذا الصحفي باش نبيل عمره وبو حنيكه لازم تحبسوا في حد هذا ما يزيدش يخرج معاك الناس، باسكو هذا شغل عائلكم. اليوم بعد رد قناه الهداف ردها تحريشه في لي ريزو سوسيو، هذا صحفي تاع الهدم، ماشي صحفي كاميرا مار وما عندوش كارت تاع كاميرا مار، كان يخدم قهواجي دار كاميرا كودا قاعد يصور من بعد قدرة قادر مسكين ولا كاميرا مار مسكين، ما كاريما فو عندها قلم. هذا مجمع الدا تبع الكرون تاع الدا، نسمعوا واش قال بالماضي، بصح سمعوا لافوا تاعه باش من بعد نسمعكم الفوكال تاعه كارثه. سمعوا شو على خلاص. نو انا على بالي والله العظيم انا نحبوك وقدروك، ما عندناش دي باج بارازيت هذوك اللي يهضروا هاد اللي يدخلوا حنايا صح، اون في ديزير بارابور تيليفوني سوني ولا عكسها، التليفون سهله طفيها ولا غير سهله. اي بوردون لا 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 باغ اكزومبل اون ابري اون مينوت اون يطفي التليفون. لا معليش معليش، با سال بليز امبورتون، كيف تنسى واحد يقول لك طفي التليفون؟ كاين لا بريسيون لا والو. اون غوتري جوست جوست، اون غوتري با افير ديريكت. On a rentré juste juste. J'ai jamais pensé. On te respecte. On a droit à d'abord. On a beaucoup. On a l'amour. Baraklouf. On a fait des contrats de le monde. On a fait des pages Facebook. On a fait des réseaux sociaux. On a fait des pages. On a fait des pages. On a droit à d'abord. On a droit à d'abord. On a droit à d'abord. J'ai jamais dit que je mettais tout le monde dans le même sac. Quand c'est pas ou la tmania. ربي يهديهم وربي يديهم. ها 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 صحافة الدل، ها 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 يا خا، يقول زملاء تاعكم ربي يديهم
وربي يهديهم. هذيك من بعد نهضروا عليها هذه، ماشي ما عادش السوجي تاعي واش قبل الماضي نديرها في الحصه، بس كون في هذه بالماضي ماشي هو بروفوكا، هذا الهايشور مسكين كان قهواجي في ديك الحبوبه سميها لي تاع الصحافه تاع جاوت، قاعد جاب كودا قاعد يكمل، شافوه الهداف مين كانوا جورنال دخلوه يصور منا ولا كاميرا مر ولا فري هايشار وصاي، هذا ما كان هداف تخدموه عاد شدوا فرفارتكم وش عارفين هي 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 وعجبوا الضحك وحنا انا معاك ودي باش باراجيت والناس تكره في الماضي وانت واش دخلك حكيت على التليفون قعدت في السجي تاع التليفون باللي الناس ماشي كيف كيف كان الناس تغلط سيج باش تدخل في البالي باج وفيسبوك والناس تكرهك والناس تسفيك وحنا ماناش نهادو بصح علاه 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 يدا علاه علاه يدا علاه علاش يدا يدا الزهير علاه يا سيدي علاه يا صدق علاش يدا اسقاسه مقاسه علاه دير هكا يا زاح قبائل الفحوله ماشي كيفك يا جدك القبائل ماشي كيما انت يا جدك قبائل الفحوله فحوله ما عارفين بالفحوليه حتى نحبوك تبهدل بهدل دروك الجورنال تاعك بهدل القناه تاعك تاع الهداف ضربت الهداف تاعك انت ضربت الهداف وحنيكه جرو عليه هاد السيد دو سبيطه تاع المهابيل جرو عليه حبسوه في الفارطه قطعوا له عند ولاد خيره في سيدي عيسى ولا في مسيله ولا في بوسعاده قطعوا له مسافه يا خويا هذا وراه رايح هذا يا خال هايشر يا خا يا خا يا خا الزاهر كريته بسيط بك يا زاهر بسيط بك يا جدك والله مش نكون اسمك اسمك هيفو بصح بعثت لي انا سمعتوا لا فوا مليح قلت لكم تبعوها دوك تسمعوني واش قال لي خلطها قال لي انتم لي باش خاطيكم انت خاطيك الوالي قال لي على فلان وفلان اسمعوا هذا الانسان كارثه انا نخرج لك بوكا ظاهر خويا نخرجها لك هاو انت خويا وصاحبي وخش معايا في لافي بصح انسان تقاريه فرفارتك ما تكونتروليهاش انت واش ديك بالماضي كاع خاطي في هذه القصه بصح كاع الهضره عيانه انا نهضر عليها في الحصه الجايه ولكن توصل تبروفوكي انت بروفوكي سير كان مشاور كان رايح بصح نتوما وجوه وجوه الفقر اقسم بالله الدل والطحين اللي راكم دايناه مع بالماضي تستاهلوه 1300 مره حاشا في اقاليله عافاك بلي كاع لي جورناليست يضحكوا عليه وبهدل الهداف قناه تاعك بهدل ما تزيدوش خرجوا عليك من الصوره هذا خزنوا جداه ما نجمش نتسببها في الخبزه تاعها بصح ادو يخدم كشكلاب ولا يخدم جي اس كا ولا يدبر راسه ما عندك ديك النهار قال لهم قبايل نحرقوها خاطر قال لهم بارورا وانا معاك توحشناك في العام اللي فات في 2022 تاع عماره من بعد العام اللي فات ديك النهار مع عامر شفيق خلطها يا ودي كارثه صح كارثه هذا سمعوا بعث لي فوكال انا عرشت له ما نكذبش عرشت له تاعي شكحله باسكو قلت اش لي باج وهذيك انا واه انا ناقد انا معارض بالماضي وين راه المشكل نعارضوا اليوم وغدوا السيمانه الجايه واللي ما عندوش الحال يدز معاهم قاعد راسها مع الحيط نورمال باسكو انا نقول في الحقيقه هذا وجع خاطر على الكره الجزائريه يدي في الملايين موماليا خليه يقول سبعه ولا ثمانيه معليش راني من سبعه وثمانيه نفتخر من اني من سبعه وثمانيه روح سبعه ثمانيه خطا يقول 10 عاودي اسمع شوف مشاكل اسمع انا ندير واش حبيت خويا العزيز داكور انا هدرت واش حبيت واش حبيت تهضر انا ما نجاوبكش دوكا اهضر واش حبيت عليا اهضر واش حبيت انا ما هضرتش عليك هضرت على التكنيسيا اشاك فوا يسوى التليفون يبهدلنا قلت له خويا العزيز ما تجمعش اللي ما تجمعش اشاك فوا يبهدلنا يخلينا نستنى ويروح يدور في الجنه انا ما يديرليش هكذاك اكثر انا ما عنديش بروبليم مع حتى واحد ما عنديش بروبليم معاه اتفهمني دوكا نتايا تقول لي ضرب في الرجال ومنه هو اللي انا نسيت كاع انا بارطاجي لك لي فيديو تاعك انا بارطاجيهم اخاك تشوف انا ما درت عليك ما درت على حتى واحد لا عندي وشمو بروبليم معاه الله يسهل اللي ما عنديش بروبليم الله يسهل انا هضرت على التكنيسيان ولي كاميرا ما نشاط فوا نديرو ديريكت معيطو مع اللي شدنا لا ماتيير في البيرو معيطو اللي شدنا لا ماتيير في البيرو عيطوا لنا التليفون يبهدل فينا انا ما هدرتش عليك انت ولا على كيفاش ضربت رجال انايا انا هدر واش حبيت هواري داك خويا انا هدر واش حبيت عليا معليش دو فاسون انا ما سمعتش كيفاش راح تهضر انا ما عندي ما تهضر عليا انا ما عندك ما تهضر عليا تحب تهضر الله يسهلك الله يسهل عليك انا ما هدرت عليك نقدرك وتقول انت وزيرو كيف كيف يعطيك الصحه هذا ما كان هدر واش حبيت خويا العزيز تحب دير لي سوجي دير سوجي خويا طلع لي فيت طلع دير واش حبيت هذا ما كان السلام عليكم يا خان تطلع معك ليفي نبغيك والله لا نبغيك اقسم بالله لا نبغيك بصح انا ماشي من عائلتي خرج لي فوكا بصح بغينا ندير شغل نزهاو الصحافيين يسمعوا بلي راه على لي تكنيسيان ما راش علي لا عاود دار
ومن يهضروا معاه التكنيس يقول لهم كنت على لي ريزو سوسيو، ومن يهضروا معاه الصحفيين كنت على لي ريزو سوسيو. راه مسكين صح اخويا اخويا، والله لا نبغيك بصح تبارطاجي لي، تقول الباج تاعك فيها مليون ابوني، انت عندك جوج تاع لي زابوني، حاولي دير انا قلت لك بارطاجي لي، ما قلت لكش بارطاجي بصح قلت لك ما فرفارتك حبش عامل خاطر نقول لك فرفارتك حبسها حبسها يا جدك يا سقاسه مقاس الزول في اللون باش يا جدك وعيطوا لي صحابك يقولوا لي خطيك بالضحك العشره بصح الفيديو درتها ضحكه ما يديها بليزير ما عندها هذا مسكين يخدم في العداب كارثه وصيقه واجي ربك رجع كاميرا مالي تستاهل ان شاء الله طلعوا شاف سيرفيس انا ما طلعتوش شاف سيرفيس بلاص هذاك اللي راح كندا علاه طلعوا جد طلعوا جدو شاف سيرفيس وما تخلوش يخرج يقعد في البيرو يا ودي نبي العمره بو حنيكه ديروا شاف سيرفيس ما يخرجش من البيرو هنونا وهنونا ردوه شاف علينا يا زدي قلعوا قرباش قرباش قلعوه قرباش تاعنا الشريف كمال قلعوه كمال الشريف كمال الا راك في السنغال الحقيقه والبركه يا السنغال بصحتك بصح لا لا حبسوا في الفرح حبسوا القط علينا عندك حصلها في بن شيخ واكساس هاك يا خالص صايرك انا نقدرك واريا انا نحبك واريا انا نقدرك انا انا ندير بك ليفينت شكون يا بابا يا دادا يا دادا شكون نتايا حياتك شنو ندير معاك هي هذا قول شنو ندير معنا هذه هاي اذا لم تستعمل ما يستاهلش الكلمه مرفوع عندك القلم ما كلمه تم تستعمل انت انسان عاقل بس على غالبة يقول لك والله مازلنا هضرتي تقول طيب يهضر ما هاكا مسكين هو كيما هاك ما مريض الديريكتور تاع الهداف راه حاصر فيه المهم شوف نبيل عمرو ابو حنيكه ديروه فيه يتبع لي كلاب ولا خزنوه في بيرو يولي شاف سيربي الشاف طلعوا له الشاف ردوه شاف عليكم وصايا سيدي وخلوا الناس تخش في التيران سي راه كاين تراليس سيدي هذا مسكين مريض هذا مريض هذا ما عنده يعاود كل غادي يعاود الديكات حاضرك انا قال لك لي تيكنيسيا انا بعث لي انا والله من عودي ندير فيك درت تحريف يا خا يا خا يا خا يا هادو حنبو هاي هادو صحابه حنبابا هاي دوك شاش نضحك نضحك نجيني الضحك صحافه الضحك والانبطاح والتهشي عندي ما نروح بكم هذه هي الجزائر شباب شباب الاوطان على ما تقدمش من هاد الصحافيين من هبا ودبا جا صحافي ما دوك قدامي صحافي انا ولي رئيس تحرير انا مانيش انا ماهوش انا ماني صحافي عمري ما قلت بلي انا صحافي بس هادوك هذا كاميرا ما ولي انا رئيس تحرير هادي هلا هادي يقولوا الحياه وهنيكا هادي يقول بهد لك هذا وبهد اليوم الهدف بهد تجرجرت تحريشه وكاع دروك الناس كانت مخزونه في بيه خرجها اليوم عطيتو برودوي بالماضي بصح من بعد حسها شي نتكلموا على الكلام تاع بالماضي المهم هذا صاحبي مسكين ما مرفوع عندها القلم ساعة فوق صحيح يا حيا لكم خاوتي 1 2 3 4 20 كاريتهم